معقدة، وايد معقدة، بس ما في قفل وما له مفتاح، وما في سؤال وما له جواب، وما في عقدة وما لها حل. أسئلتنا معقدة شوي، بس فكر معانا وفك العقدة. ما هو الكائن الحي اللي يخاف الأسد من صوته؟ إيش دعوة؟ ملك الغابة ويخاف؟ فكر معانا. ملك الغابة يخاف من صوت هالكائن الحي. فأر ممكن حاجة؟ الفأر؟ لا. عطني صوت الفأر. لا لسه ما وصلتلوش للليفل ده. من الأفعى؟ غير. ضبع؟ ضبع لا. إنسان؟ لا. فهد؟ فهد. عطني واحد مفترس، عطني غير مفترس. لا ما هو الأسد ما حيخاف من كائن غير مفترس. صدقني يخاف، وأنا بعد منصدم، لوقتك منصدم. ضفدعة؟ يعطيك العافية. ضبع. بساد. مو بالضبع. مو بالضبع. مو بالفيل. ولا الأفعى. ولا الضفدع. بس الأسد ما بيخافش بسهولة يعني. أكيد؟ والله أنا كنت متوقع نفسك. لخلوند. أنا ما أعرف الحيوان إيش. لخلد تحت الأرض. لا 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 ما بيخاف. زادت الاستعداد. القطة. حلو. صوت القطة. صوت خاف من الفهد. الفهد. لا. ما هو الكائن الحي اللي يخاف الأسد من صوته؟ بعد بساعدك. مو بالفيل ولا الضفدع ولا الحية ولا شنو قالوا الفهد بعد ولا التمساح. هاي أجوبة العالم كلها غلط. يخاف من صوته الأسد؟ اي خاف من صوت الأسد. مش عارف والله. ممكن ال كوكو. ممكن ديك. ال ديك. شنو عرفت الإجابة؟ سهلة. سهلة. وألف مبروك. نعم الأسد يخاف من صوت الديك. طبعاً إذا كان سؤال صعب لازم نساعد فيه شوي. نقول لكم ألف مبروك تستاهلون. ألف مبروك ربحتوا معانا مجوهرات من زبرجد، وأيضاً ربحتوا معانا ساعة من الجابر للساعات والمجوهرات، وعندكم قسيمة من بايو سكين سبا، وأيضاً عندكم عطور من الجزيرة للعطور، وعندكم حلويات من تركيانا وشوبان الحلويات والتمور، وأيضاً جائزة من سالك، وربحت معانا جائزة من مجموعة النهدي. نقول لكم ألف مبروك تستاهلون. وأنتم بخير الله يسلمك. سؤالكم يقول ما هو الطنين؟ طن طن. فكر معانا. شيء لما يعني مثلا أضربه على نفس الطبل أو شيء. طن. طن. نفس الصينية. الصينية شو اسمه مالت الصين هذه؟ اي مالت الصين. طن جي جرس يعني بعد الجرس يطلع صوت الطنين. هاي له خبرة عاد. انت ايش رايك؟ صح. صوت شنو؟ صح؟ يعطيكم العافية. نقول لكم حظ أوفر إن شاء الله. ما هو الطنين؟ الطنين هو صوت ال هو صوت صوت النحل ولا؟ غير النحل، هو صوت شيء. صوت الأذن يعني صوت طبلة الأذن؟ طبلة الأذن. لا لا. ما هو الطنين؟ ليس صوت النحل. ما هو الطنين؟ غير صوت النحل. طنين؟ صوت الأذن أظن. صوت الأذن. لحد قاعد يطنطن ورا كنا ولا جرس هاي ولا شنو؟ أو الجرس. الجرس؟ لا الجرس رنين. رنين. ما هو الطنين؟ دبدبات. دبدبات شنو؟ مغناطيسية. مغناطيسية حلو. سمعية تقريبا. دبدبات سمعية مغناطيسية. إيه. حلو. وأنت إيش رأيك؟ شيء مثل الصدى يعني وصدى الصوت. صدى الصوت حلو. شوفي عبارة عن دبدبات يعني. يعني الدبدبات تكون هالشكل متعرجة. شلون؟ متعرجة هالشكل. تمشي في الهواء. إيه.
ما هو الطنين؟ اللي هو صوت النحلة. هو صوت شيء في النحلة. صوت شنو؟ هاي لما تزن يعني. شو اللي يزن في النحلة؟ أجنحة النحلة. النحلة بس؟ لا كل الحشرات يعني. يعني الطنين شنو؟ هو تخبط أجنحة الحشرات لين يطلع صوت. فهذا يؤدي يطلع صوت يعني حتى من الذبابه البعوضه القارقم يطلع اصوات بعد. نقول لكم مبروك اجابتكم صحيحه. الف مبروك، ربحت جائزه من سالك وايضا ربحت جائزه من بايو سكين سبا وربحت معانا جائزه من بنان ديزاين للعبايات وعندكم ايضا جائزه من شوبان للحلويات والتمور، ساعه من الجابر للساعات والمجوهرات، وعطور من الجزيره للعطور، وايضا جائزه من زبرجد للمجوهرات. الف الف مبروك، تستاهلون وكل عام وانتم بخير. سؤالكم يقول ما هي اقدم الخطوط العربيه؟ فك العقده. ما هو اقدم الخطوط العربيه؟ خط الفارس؟ لا مش خط الفارس. لا 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 مو بالخط الفارس. خط اليوناني؟ لا مو مش الخط اليوناني. لا. يعطيك العافية، نقول لك حضور. أقدم الخطوط العربية؟ ما أعرف صراحة. أعطوني إيش الخطوط اللي تعرفونها يعني؟ يمكن يكون واحد منهم صح. أعرف الخط العربي بس. هو أقدم الخطوط. يلا حلو. أقدم الخطوط العربية؟ خط الهاتف. أقدم الخطوط العربية؟ ديواني. ديواني ولد خطاط ما شاء الله. أكيد ما في أقدم خط منه؟ في خط الفارسي وفي خط الديواني وفي خط السلوس وفي خط الجلي فارس جلي والركعة والنسخ وفي السلوس جلي وفي الكوفي. الكوفي اللي هو الديواني. الديواني منشق من الخط الكوفي. الديواني منشق من الخط الكوفي. فيعني من الأقدم؟ اي الكوفي. 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 يعني ولا الديواني؟ لا الكوفي. الكوفي أقدم. الكوفي أقدم. ايوه. وبيكتبوا في الديوان والمماليك ما شاء الله في الخط الديواني هو أصلا كان كوفي. ما شاء الله عليك خطار. لا هو خطار. ما شاء الله عندك تاريخ الخطوط العربية. الله يسلمك ومبروك. عندكم ساعة من الجابر للساعات والمجوهرات. ولد آخر يوم لي في قطر. سبحان الله ما شاء الله يستاهل يستاهل ومنور وإن شاء الله يرجع لنا بعد إن شاء الله. وعطور من الجزيرة العطور وأيضا جائزة من تي ماسك صالون نسائي وعندكم جائزة من مجموعة النهدي وعندكم جائزة تستاهلون. ألف مبروك عندكم قطر قسيمة من بايو سكين سبا وعندكم قسيمة جائزة من مسافر لمستلزمات السفر وعندكم بنان ديزاين جائزة من بنان ديزاين مجوهرات من زبرجد أيضا مجوهرات من زبرجد وعندكم جائزة من شوبان للحلويات والتمور. نقول لكم ألف مبروك تستاهلون. لا تستاهلون اكثر والله ما شاء الله عليك. الله انت تاريخ وتستاهل. الله يكرمك. الله يسلمك. جزاكم الله خير. كل سنه وانتم طيبين. الله يسلمك. اكمل المثل. قناعتك نص. باقي لكم كلمه واحده بس. فكروا معانا. قناعتك نص. قناعتك نص. صراحتك نصف راحتك نصف. يلا نربح. يعطيكم العافية. حضور إن شاء الله. مع السلامة. قناتك شنو؟ نص نصف شيء. عطني كلمة بقول لك قريب بعيد. إرادتك. إرادتك. حلو على نفس الوزن غير. يعطيك العافية. قناعتك نص. كنز ولا أفنى؟ كنز ولا أفنى. بس أنا قلت لك قناعة قناعتك نص نصف كنز يعني لا أفنى. كنز كامل. ها؟ كنز كامل. كنز كامل. قناعتك نصف أكمل المثل. كلمة واحدة. نص. أيوة. نصف الحل. نصف الحل. هي كلمة واحدة.
قناعتك نص سعادتك. سعادتك. انت ايش رايكم؟ فرحتك ولا سعادتك؟ سعادتك. انزين وانت؟ فرحتك. ها؟ فرحتك. فرحتك وانت؟ سعادتك. سعادتك. انا اقول الكل يثبت مع شو اسمك انت؟ مع احمد. فرحتك. فرحتك. لما قلت فرحتك احمد. بل انا قلت سعادتك قلت ولا فرحتك؟ سعادتك. سعادتك. نثبت مع من؟ ثبت مع احمد. ثبت مع احمد نقول لك الف مبروك. الله يبارك. قناعتك نص سعادتك تستاهلون الف مبروك. ربحتوا معانا جوائز. ربحتوا معانا قسيمه من تي ماسك صالون نسائي. وجائزه من الجابر للساعات والمجوهرات. وقسيمه من بايو سكن سبا. وايضا قسيمه من مسافر لمستلزمات السفر. وعندكم من اكوا بارك. تروحون اكوا بارك؟ اوه احنا الجو يساعد على اكوا بارك. وايضا جائزه من شوبان الحلويات والتمور ومجوهرات من زبرجد. وايضا بس وايضا لا لا تستاهل تستاهلون اكثر. وايضا جائزه من تركيان الحلويات والتمور وجائزه من الجزيره للعطور. وايضا قسيمه من مجموعه النهدي. الف مبروك تستاهلون. مبروك عليكم الشهر. مع السلامه. فكر معاك. شنو الشيء اللي تحطه في الثلاجه ويتم حار؟ فكر معانا. الماي، الماكولات، الحلا. تم حاره ولا تبرد؟ الحلا تم حاره. تضع في الثلاجه ويبقى حار. ايوه. ده الحليب. حليب. الميه. الماي. هاي حار هاي بارد. احنا لما بنحطه في الثلاجه ما بينطفيش. عندنا لما بكون عايزين نغير ريحه الثلاجه شويه او في حاجه بنحط البخور. قصدي حاجه زي البخور كده بيتحطوا لا الفحم ذات نفسه ولا ما بينطفيش حتى لو الثلاجه شغاله يبقى حار وساخن. والله شوف يعطيك العافيه. اكيد غلطان. شيء تضعه في الثلاجه ويبقى حار. بيض. لا دله الشاي صح؟ دله الشاي؟ ايه. أنا مو حد دلت شاي في الثلاجة. الشاي ثلاجة الشاي. شيء تبع في الثلاجة ويبقى حار. إيش هو؟ الفلفل. فلفل؟ الفلفل الشطة. فلفل؟ أيوة. يعني مهما حطيتيها في الثلاجة حتى لو بردت تتم حارة. تبدا حارة. نقول لكم ألف مبروك. روحك. قالي بنفسجة. إجابتكم صحيحة الفلفل. ويا جماعة حرام عليكم سؤال سهل. يعني الشيء تحطه في الثلاجة ويتم حار. اللي يقول لي فحم واللي يقول لي دلة الشاي ما يصير. ربحت معنا جائزة من مسافر لمستلزمات السفر وجائزة من العرب للسفر والسياحة. وأيضا ربحت معنا جائزة من بايو سكن سبا. وربحت معنا جائزة من تركيانا للحلويات. وايضا ربحت معانا جائزه من شوبان للحلويات والتمور. وربحت معانا مجوهرات من زبرجد. ربحت معانا جائزه من مجموعه النهدي. وعندكم ساعه من الجابر للساعات والمجوهرات. وايضا عندكم عطور من الجزيره للعطور. الف مبروك تستاهلون. شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير يا الربع. شنو الصوت اللي يخاف منه الاسد؟ الديك. حلو. زين شنو الشيء الحار اللي لو حطيته في الثلاجة يتم حار؟ مثل ما شفتوا أسئلتنا سهلة حلوة يبي لها تركيز وتفكير وإنك تفك العقد. إن شاء الله كل يوم راح نكون في مجمع وأشوفكم على خير.